الحكومة المصرية جت قبل شهر رمضان المبارك وأطلقت بشرى للمصريين إن بمناسبة الشهر الكريم مفيش انقطاع هيحصل في التيار الكهربائي. والناس قعدوا 33 يوم شهر رمضان وثلاث أيام بتوع العيد وتقريبا نسيوا موضوع إن الكهرباء بتقطع وعندنا حاجة اسمها تخفيف أحمال. تخفيف أحمال دي أنا شفتها في مسلسل العتاولة، خدوها إفيه وكانوا عاملينها نكتة كده، تخفيف أحمال، ما الحكومة بتخفف أحمال. المهم الناس نسيوا موضوع تخفيف الأحمال وكان بالنسبة لهم إفيه بس في المسلسل، لكن اتفاجئوا إن بمجرد ما انتهت أجازة العيد رجعت الكهرباء تقطع تاني زي ما كانت وأسوأ. يعني كانت الأول عدد ساعات غير محدود وما عندناش جدول معروف ايه هيقطع فين امتى الساعة كام، وشفنا الأزمات الكبيرة اللي يقولك طبعا. يعني في فنان مصري الله يرحمه أشرف مصلحي ده يعني حالته الصحية اتدهورت وبصورة كبيرة جدا بسبب أزمة الكهرباء، وزوجته مخرجة اسمها منال، قالت ان احنا نزلنا ودورنا واشتريت جنريتور كهرباء عشان هو عنده مرض نادر بيخلي درجة حرارته بترتفع جدا ولازم يكون طول الوقت في درجة حرارة منخفضة. ده مثال لحالة واحدة. وأشرف مصلحي الله يرحمه كانوا عندهم القدرة المالية ان هم يجيبوا جنريتور خاص بالبيت بتاعهم عشان يكون في مكيف شغال 24 ساعة عشان حياة الراجل ده ما تنتهيش. لكن عندنا ناس تانية ما بيحصلش ده، عندنا مستشفيات، عندنا وحدات غسيل كلى، عندنا كتير أمراض في مصر كتير، والناس اللي ظروفها صعبة أكتر وأكتر. فأنت بتيجي تقول لهم أنا هوقف الحياة عنكم لمدة ساعتين، لمدة ثلاثة، لمدة أربعة، على حسب ما أشوف. المهم كانت الأول بطريقة عشوائية، ممكن الكهرباء تقطع وما تجيش إلا بعد 4 5 7 10 تاني يوم من الساعات. الناس السوشيال ميديا كان ليهم ضغط كبير جدا، ورغم ان خرجت الحكومة وتحديدا وزارة الكهرباء اكتر من مرة ووعدت ان الازمة هتتحل في خلال بقى الطريقة اللي احنا عارفينها، اسبوع اسبوعين 10 ايام، لغاية لما وصلنا لفكرة ان احنا هنعمل جداول ونوزعها عشان الناس تبقى عارفة التيار الكهربائي هيتقطع عنها الساعة كام. والناس اتأقلمت والساعتين بقوا ساعة والناس كانت خلاص سيستمت حياتها. ولما عدى الشهر نسيوا وظنوا ان الطبيعي بتاع اي بلد ان الكهرباء ما بتتقطعش الا الطوارئ، الا العطل، الا الاصلاحات، ربع ساعة، نص ساعة، ساعة، ساعتين، خمسة، بس في سبب، في ازمة جاري العمل على حلها، ومجرد ما حلها التيار الكهربائي بيرجع زي ما كان. الا مصر ولبنان. مصر دلوقتي بقى عندها كل منطقة بيتقطع التيار الكهربائي ساعتين بدل ساعة، يعني دي الهدية بقى بتاعت العيد. يعني الحكومة وقفت قطع التيار الكهربائي عنك لمدة 30 ساعة، 33 ساعة عشان الدقة، لأن كان بتقطع ساعة في اليوم، 33 ساعة، فبتعوضهم عليك بقى في 15 يوم، 15 16 يوم تكون خلاص خدت حقها منك. اللي اديتهولك باليمين بتاخده منك بالشمال مباشرة. والكهرباء رجعت تقطع ساعتين، ساعتين ونص على حسب، وفي بعض المناطق بيقولوا أكتر من ساعتين ونص كمان. أول طلب إحاطة للحكومة بسبب انقطاع التيار الكهربائي اتقدمت به الدكتورة مها عبد الناصر نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قالت إن هي مقدمة طلب إحاطة بشأن انقطاع التيار الكهربائي موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. وقالت إن المصريين اتفاجئوا، هم نسيوا يا حرام، اتفاجئوا ان من ايام قليله جدا تصريحات خرجت من وزاره الكهرباء ان خلاص يا جماعه الايام العسل خلصت والكهرباء هتقطع تاني وبقى في جداول وكل واحد يشوف المنطقه بتاعته والجدول بتاعته، وفي بقى مفاجاه بالنسبه لكم كمان ان الساعه خليناها ساعتين وممكن انها تزيد حسب المتغيرات. طبعا في
طلب الإحاطة اللي مقدماه الدكتورة مها عبد الناصر، بتقول إن المواطن المصري بيعاني بقاله سنة تقريبا وهو بيعاني من انقطاع التيار الكهربائي بشكل يومي، ومن بالتحديد كده تقريبا من بداية فصل الصيف في السنة اللي فاتت. والسبب كان شح العملة الصعبة، قال لك البلد عندها أزمة ومفيش دولار وبنستورد مش عارف إيه عشان نحل الأزمة. طيب خلاص دلوقتي الدولارات جت، إيه بقى تاني اللي رجع لنا الأزمة مرة تانية؟ الأزمة إن الحكومة عايزة دولار، مش عندها بس مجرد شح في الدولار، هي عايزة دولار، فهي عايزة تصدر لك الكهرباء، عايزة تصدر الكهرباء، من ناحية تانية عايزة توقف خالص استيراد المازوت اللي بيشغلوا بيه محطات توليد الكهرباء، فتبقى وفرت من بند ودخلت بند آخر تاني. أغرب حاجة بقى وهتسمعوها في الفيديو اللي جاي ده، وهو متحدث الحكومة الدكتور محمد الحمصاني بيقول لك إيه، تعالوا نسمعه، الفيديو مش طويل يعني أصلا. هل في وقت هتنتهي فيه هذه الانقطاعات أو تخفيف الأحمال؟ هل الحكومة عندها خطة؟ الحكومة يا فندم عندها خطة بالتأكيد لتوفير المزيد من السيولة الدولارية خلال الفترة المقبلة، وإن شاء الله بمجرد كما ذكرت توافر السيولة الدولارية التي تمكن الدولة من استيراد المزيد من الوقود لمحطات الكهرباء، قطعا سيتم التخلي عن تخفيف الأحمال. بس يا جماعة الموضوع سهل وبسيط، أول لما هيبقى عندنا دولارات، أول لما هتتوفر العملة الصعبة عشان نستورد المازوت، أكيد هنوقف انقطع التيار الكهربائي عن المواطنين. يعني أفهم من كلام الدكتور محمد إن إحنا رجعنا تاني بعد أقل من شهر أو بعد شهر إن يبقى عندنا شح في العملة مرة تانية، لدرجة إن بقينا بنروح لفكرة الكهرباء، نقطع الكهرباء عن الناس. طب أنا قلت لكم مصر ولبنان، طب لبنان القصة دي من زمان والناس بقت مسستمة نفسها، 8 ساعات كهرباء و8 ساعات هم بيشتركوا في حاجات خاصة كده عشان تورد لهم كهرباء طول الوقت. يعني حتى المواطن اللبناني مع أزمته الاقتصادية والتوتر اللي موجود في المنطقة، وقلت لكم كانت الصواريخ من فوق والناس خلاص متعايشة وعادي جدا جدا، ورغم كده متعايش، ما بيقعدش دقيقة من غير كهرباء. الحكومة أو وزارة الكهرباء، كهرباء الدولة يعني، بتديله 8 ساعات و 8 ساعات، لا أسفة 6 ساعات و 6 ساعات، 12 ساعة، وعنده 12 ساعة بياخدهم من شركة خاصة بتولد له أو بتورد له الكهرباء. إحنا ما عندناش ده، وما عندناش إحنا كمصريين إمكانية لده، ومش هنقدر نعمل ده، ومفيش حد كمان. ولو اتعملت، لو في مثلا حد فكر كده انه هيعمل مشروع زي ده ويوصل وصلات كهرباء لبعض المناطق للبيوت عشان الساعتين او ثلاثة اللي بتحصل دلوقتي انقطاع، هتلاقي جهات معينة قررت ان هي تحط ايدها على الموضوع، والله اعلم هتوصل لك الكهرباء ولا مش هتوصل لك الكهرباء. دكتور محمد الحمصاني بقى بيقول حاجة مهمة جدا، وهو كانوا بيسألوه الحقيقة عن طب لما سألته الأستاذة لميس الحديد لما بيقول ما فيش فلوس، قالت له طب بالنسبة للمشروع بتاع راس الحكمة يعني المفروض ان لسه في فلوس جاية، وعشان كده قلت لكم نفهم من كده ان خلاص رجعنا مرة تانية لشح دولاري موجود في البلد. فهو قال لا، احنا ما نقدرش ناخد فلوس راس الحكمة عشان نحل بيها أزمة الكهرباء، لا خالص. تعالوا اسمعوا. معلش دي اسئله الناس بتسال، احنا داخلين على الحر، داخلين على الامتحانات، فالناس بتسال طيب انا نصيبي ايه من كل ده؟ انا لماذا لا تستخدم الحكومه بعض هذه الاموال لوقف قطع الكهرباء عشان على الاقل المواطن يشعر بعائد هذه الاموال في الفتره القريبه؟ لانه طبعا التحسن الاقتصادي هياخد وقت. ما فيش مشكلة يا فندم، يعني النقطة دي ممكن أوضحها لحضرتك. طبعا ده استثمار مشروع، الدولة كما ذكرت خلال الفترة الماضية استخدمت تلك الأموال في ضبط أسعار السلع في الأسواق، ضبط سعر الصرف أزمات إنتاج. لو الدولة عملت زي ما حضرتك بتذكري إنه نستغل الأموال في القضاء تماما على تخفيف الأحمال، ده معناه بالتبعية إنه إنفاق الدولة على خدمات أخرى وسلع أساسية مهمة للمواطن زي الأدوية أو الأغذية سيتأثر.
وبالتالي الدولة هنا بتسعى لنوع من التوازن أو ما يمكن تسميته بترشيد الإنفاق، بحيث أنه لا يتم المساس بأولويات المواطن المختلف. فعلى سبيل المثال، من الممكن أن يتم التعامل أو تجاوز المرحلة الراهنة من تخفيف الأحمال لمدة ساعتين، لكن لا يمكن بطبيعة الحال التخلي عن الدواء، لا يمكن التخلي عن الأغذية، يعني في سلع واحتياجات أساسية للمواطن لا يمكن التخلي عنها، وبالتالي المواطن قطعا استفاد. الحقيقة يعني مع كامل احترامي للدكتور محمد الحمصاني، يعني لا يمكن الاستغناء عن الغذاء، لا يمكن الاستغناء عن الدواء، لا يمكن الاستغناء عن الكهرباء أيضا، لأن الكهرباء دي مرتبطة يا سيدي. خليني بس أروح لبند اسمه المستشفيات، ما هو ده برضو أحد البنود. زي ما حضرتك بتتكلم عن أهمية الدواء، بتتكلم كمان على صحة المواطن. في عندك أطفال في حضانات، في عندك ناس بتقوم بعمليات جراحية، في عندك ناس بتغسل كلى، في عندك أمور كتيرة جدا جدا جدا. انقطاع التيار الكهربائي ساعتين وأكتر، على فكرة في جزء في الفيديو بتقول له، في أنباء بتقول إن التيار الكهربائي ممكن يبقى ساعة، انقطاع التيار الكهربائي ممكن يبقى ساعة، ممكن يبقى ثلاث ساعات. قال لها التصريحات الرسمية اللي إيه سوف أدلي بها فقط أن حتى الآن المقرر ساعتين، حتى الآن المقرر ساعتين. يعني ده أنت في احتمالية بقى أنه يبقى ثلاثة. يعني أنا مش متخيلة أن ممكن ناس تبقى قاعدة في بيوتها في شهر أغسطس، خصوصا أن هم قالك أن تخفيف الأحمال هيبدأ تقريبا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساء، في عز الحر الساعة 2 3، وحضرتك قاطع عليهم الكهرباء ثلاث ساعات أو ساعتين على أفضل تقدير. يعني إزاي بس؟ هل حضرتك يا دكتور محمد تقدر تقعد ساعتين في بيتك في أغسطس في درجة حرارة بتوصل بتتجاوز الأربعين ومفيش تيار كهربائي، مفيش مروحة شغالة عندك؟ بلاش يا سيدي، أنا بتكلم في المروحة. البيوت بقى اللي مفتوحة، الورش، المصانع، الحاجات البسيطة الخدمية اللي بيقوم بيها الناس، لما تقفلها عليهم ساعتين، ساعتين كل يوم، انت بتعمل شلل. انت بتقلل تقريبا 20% من طاقتهم الانتاجيه، بتقلل 20% من دخلهم اوتوماتيك. لو مصنع، لو ورشه بيشتغل 8 ساعات، بيشتغل 10 ساعات، وقطعت عنه الكهرباء ساعتين كل يوم، هيعمل ايه؟ هيشتري جنريتور عشان الدنيا عنده ما تقفش، يبقى بيدفع للجنريتور وبيدفع لحضرتك في الكهرباء، ده غير باقي بقى المصروفات اللي عليه. فنيجي نشوف لما السلعة سعرها يرتفع نقول أصله جشع، أصله جشع ونصاب، مش الحكومة هي اللي ضغط عليه. دكتور محمد أبو حامد، وخلونا أقول لكم أن الأستاذ محمد أبو حامد هو واحد من أهم أو من أكبر داعمي النظام المصري، وطبعا شفنا ده بصورة كبيرة جدا في 30 يوليو، في 30/6 كمان من أول يوم، وهو داعم وبصورة كبيرة جدا للنظام الحالي. أستاذ محمد أبو حامد الحقيقة كتب تويتة مهمة جدا، يقول لك كلمتين، يعني هما كلمتين بس اللي عايز أقوله. من أكتر الأمور السلبية في الإدارة الحالية لبلدنا هو عدم الشفافية، عدم الشفافية. يعني هو قال لك هضرب مثالين، على سبيل المثال أمرين كثر بشأنهم الحديث والجدل بين المواطنين في الآونة الأخيرة. أولهم موضوع استمرار تخفيف الأحمال بشأن الكهرباء والسبب الحقيقي لاستمرار الأمر والمدى الزمني لاستمرار ذلك، وموضوع الغاز وتراجعنا فيه بعد الآمال الكبيرة اللي تم الترويج لها بشأنه. أنا واحد من الناس اللي دفعت وروقت للتحديات والتطورات اللي تم وفق منظومة وشبكة الكهرباء اللي ابتدى في 2016، وكذلك روقت لآمال الغاز وإننا سوف نصبح مركز إقليمي له. طب إيه اللي حصل يا جماعة؟ على فكرة الداعمين قبل المعارضين محتاجين يعرفوا إيه اللي حصل وما كان يروج بشأن سبب عدم الشفافية في بعض أمور بمنطق الصمت الاستراتيجي وما شابه، لم يعد مقنع لأحد، وخسائر الصمت وعدم الشفافية أكثر بكثير من أي فائدة مزعومة. موضوع ثالث بالمرة بقى قالوا
اللاجئين، ايه خطة التعامل معهم وتأثير وجودهم على معيشة الشعب المصري صاحب الأولوية الأولى في بلده ومواردها، وتدابير الحفاظ على هويتنا الوطنية في ظل هذه الأعداد الضخمة منهم؟ والتزمنا بخصوص هذا الملف في اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الجديدة مع الاتحاد الأوروبي. قبل بس ما أقفل الفقرة دي، أو قبل ما أنتقل للبيان اللي خرج من الأستاذ محمد أنور السادات، في نقطتين هنا مهمين جدا في الحديث اللي ذكره الأستاذ محمد أبو حامد. أول حاجة قال لك موضوع الشفافية. الشفافية، ولما يقول لك إن الداعمين دلوقتي بقوا محتاجين يعرفوا أكتر من المعارضين، يعني حتى الداعمين وحتى المؤيدين وحتى اللي موجودين في دوائر مقربة هم كمان مغيبين زيهم زي أي مواطن، المعلومة مش عندهم. طيب انتوا يا جماعة ليه خليتونا طلعنا روجنا في وقت من الأوقات ان احنا بقى هنبقى المركز الإقليمي واحنا اللي هنصدر الغاز واحنا اللي هنكون واحنا هنكون هاب كده لكل المنطقة العربية اللي عايز المنطقة الأوروبية كلها اللي عايزة غاز، وان حرب روسيا وأوكرانيا دي هتخلي أوروبا كلها تلجأ لنا احنا في موضوع الغاز الطبيعي؟ وكل ده طلع فنكوش فنكوش ملوش أي أساس من الصحة. بيتكلم في موضوع الغاز اللي فعلا تم الترويج ليه بصوره كبيره وان مصر هتبقى مركز اقليمي، عمرو اديب طلع اتكلم ومصطفى باك، مفيش حد ما اتكلمش في القصه دي، وطلعت في النهايه وهم مش حاجه حقيقيه. والنقطه الثانيه طبعا هي نقطه الشفافيه المنعدمه، وفكره الصمت الاستراتيجي بقت اضراره اكتر من فوائده. وانا ما اظنش ان ليه فوائد فكره انك تكون عايش طول الوقت في ضبابيه مش فاهم المشهد، مش واضح لاي حد، ما فيش رؤيه واضحه اي حد عارفها حتى اقرب المقربين. الحقيقه دي ملهاش اي فوائد، هي ليها اضرار فقط. خلافي معايا على موضوع اللاجئين وملف اللاجئين ده يا جماعه ملف شائك ومهم جدا، وهي شماعة استخدمها النظام بصورة كبيرة ان احنا عندنا 9 مليون لاجئ، عندنا 9 مليون لاجئ. هل انت بتتعامل مع اي اجنبي عايش في ارضك انه لاجئ؟ انا موجودة هنا في تركيا بقالي دلوقتي من 2015، بعد منتصف 2015 لغاية دلوقتي 9 سنين. هل انا ينطبق عليا لاجئ؟ لا، انا مش لاجئة، مش لاجئة، لان بدفع ايجاري، بدفع انتقالاتي، بدفع مواصلاتي، بدفع ضرايبي، بدفع أكلي، بدفع شربي، بدفع علاجي، بدفع كل خدمة وكل ميزة بحصل عليها في البلد دي بدفع تمنها، أنا مش لاجئة. مين بقى في مصر اللي بيحصل على كل الخدمات والرعاية والدعم ببلاش؟ ده المصري ما بياخدهاش. فالحقيقة كلمة اللاجئين اللي طول الوقت بنتكلم عنها محتاجة ضبط، محتاجة ضبط كبير جدا جدا. والحقيقة احنا يمكن اكتر من مرة فتحنا الملف ده، واكتر من مرة وضحنا بالادلة ان النظام كاذب في ترويجه لكلمة ان مصر فيها 9 مليون لاجئ. في فرق بين اني مغترب، فرق بين اني مهاجر، فرق بين اني خرجت من بلدي لان فيها نيران وهبقى على في مرمى النيران، جيت لبلد امنة اقعد فيها، استأجر، اشتري، افتح مشروع، بدفع ضرائب، بدفع رشاوي، بدفع كل حاجة، ده ما تحسبوش لاجئ. فالحقيقة يعني حتى الأستاذ محمد أبو حامد محتاج يراجع النقطة دي. برضو زي ما قلت لكم السيد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية الحقيقة طلع بيان النهاردة بيتكلم فيه عن أزمة الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي. والحقيقة طبعا لأن المفروض بعد أداء القسم الدستوري وتولي فترة ولاية جديدة لازم على طول يحصل تغيير وزاري، لازم يعني كان لازم ده يحصل تاني يوم تالت يوم الطبيعي يعني، لكن ده ما حصلش. واحنا عندنا دايما زي ما لسه كنت بقول لكم كل ما هو متوقع او غير متوقع بيحصل، وما بنسألش احنا بقى في التفاصيل دي، خلاص البلد بلدهم والحكومة حكومتهم يعملوا اللي هم عايزين.